شفنا إنه الفداء هو في فكر الله الأزلي، ثم رأينا النبوات اللي بتتكلم عن الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح. وطبعاً طالما أنا موجود على جبل الزيتون، شفنا دخول المسيح في موكب واحتفال انتصاري إلى أورشليم. من هذا المكان بكى على أورشليم، دخل الهيكل وطهر الهيكل وقال بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب. والجدير بالذكر أنه بعد ما طهر الهيكل شفى عمي وعرج كثيرين في الهيكل، بعكس ما كان في أيام داود اللي ما قدر يفوتوا بيت داود، لكن الرب اتمجد بشفاء هؤلاء المرضى. أنا بصلي أن هذه الحلقة كانت بركة لحياتك. تعالوا معنا في الحلقة القادمة من سلسلة الأسبوع الذي غير التاريخ، حيث سنذهب إلى الأماكن الأصلية لأحداث أسبوع الآلام.